ابو تريكا نجم السنغال. الثمانين لم تدخل واثنين وتمهل، لكن نجاحها كان في التغطيه. تنقل الكره مره اخرى لابو في هذه اللحظات ابو تريكا، ولا كل لحظه مهمه في هذا اللقاء. ابو تريكا، ابو تريكا يحول الكره من هناك، يحاول متابعة كاميرا، تمشي الكره سريعه. ابو تريكا دائما مصدر خطوره. ابو تريكا تمشي الكره، ابو تريكا، ابو تريكا، ابو تريكا، 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 يلا كره. لكن ترجع الكره لابو تريكا. ابو تريكا سلامات ان شاء الله، هناك لاعب واقع على ارض منتخب مصر وراء ابو تريكا. ابو تريكا عدت دقيقة وتبقى أخرى. محمد عبد الوهاب، لا تغيير في تشكيل الفريقين، تمشي في زمن هذا الشوط، الشوط الحاسم، الشوط إن شاء الله يحسمه فيه، لا نحتاج إلى الإكسترا تايم، لا نحتاج إلى شوطين إضافيين. كرة خطرة، هي هي روني إيفيان كان قريب، الكرة السريعة من أبو تريكا طويلة في الأمام، والمتابعة من هناك لأبو تريكا. أبو تريكا، أبو تريكا، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عرضي. بالطبع توتر الواضح، ونتمنى للزملاء أن يوفقون. أبو تريكا طويلة من أبو تريكا إلى بركات يا ميدو، حسب اتجاه أبو تريكا. أبو تريكا، أبو تريكا يلمها بشكل حلو. أبو تريكا يبصيها ولا أحلى. محمد حسن يبصيها لأبو تريكا. أبو تريكا والتمريرة من هناك لمرة من شوقي إلى أبو تريكا. هذه الكرة عموما تذهب، تمشي لابو تريكا، ابو تريكا عرضية وخطرة، واو جول 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 زكي يفعل، اوه عبر زكي، يا الله. سود الترنجة لابد من ترويضها في الدقائق الباقية، تمشي الكورة، تمشي الكورة، ابو تريكا، ابو تريكا صاحب الاستس وفي الهدف الثاني، ويحاول متابعتها ابو تريكا. ابو تريكا ما زال يحافظ على كورته، تعود في هذه المباراة بواجبات دفاعية على اكبر وجه. أبو تريكا تحركات ممتازة جدا في الوقت الصعب، يا سلام. كان فيها كلام آخر يعني منتخب مصر بعد الهدف الثاني، وهذه انطلاقة أبو تريكا، امسكها شوية، حافظ عليها شوية إلى حسام.